ايوه يا محمد، انت فين دلوقتي؟ استاذه لميس. استاذه لميس، انا في المدرسه الثانويه التجاريه، ما زلت في نفس المدرسه. ودلوقتي حضرتك الملمح الرئيسي الموجود في هذه المدرسه هو تخبط شديد بين الناخبين في التصويت للقوائم. الناخبين مش قادرين يحددوا عمليه التصويت للقوائم نظرا لصعوبتها. في السابق كان التصويت للفردي واضح جدا وبسهوله، هم بيقدروا يصوتوا للفردي، لكن وده هيتسبب، ولاحظنا دوت، في ابطال العديد من الاصوات للناخبين، وخاصة في المناطق الشعبية. معظم المدارس اللي في المناطق الشعبية في تخبط شديد جدا في التصويت للقوائم. كمان تم رصد بعض المخالفات، منها عدم فتح بعض المدارس لتأخر القضاء في مدرستين تحديدا، ومدرسة اسمها مدرسة طه الابتدائية. أيضا تم رصد مخالفات أخرى، مثل قيام بعض المرشحين، وهو رجل أعمال وثري أيضا مشهور، قيامه بإعطاء رشاوى بجوار مدرسة العروة الوثقى، هكذا أخبرنا مركز الشباب لحقوق الإنسان. لكن طبعا بدون الحديث عن تفاصيل إلا بعد التحقيق. ومعي أيضا سيادة المستشار المسؤول عن اللجنة، ويحدثنا أكثر عن تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان. سيادة المستشار، اسم حضرتك؟ المستشار محمد سعد عبد السميع، مجلس دولة. سيادة المستشار، ايه رأي حضرتك في العملية الانتخابية، وشايف ايه ينقص العملية الانتخابية، ودور القاضي في اللجنة الانتخابية؟ والله لا ينقص العملية الانتخابية اليوم الا محو الأمية. لأن محو الأمية، لأن الأمية تعتبر هي أكبر عائق أمام الناخب. لا ينقصنا تأمين تمام، ولكن ينقصنا، يعني هناك وعي ولكن لا توجد. حضرتك رئيس اللجنة اللي احنا فيها دي، ايه اهم الملاحظات او اهم المآخذ اللي انت شايفها؟ شايف ايه؟ العدد ضخم، العدد اقل، شايف كان محتاجين موظفين اكتر؟ لا، هو العدد تمام، في تناسب في العدد وبين العدد وبين الموظفين، ما فيش اي مشاكل بالنسبه ل في تدافع يا فندم، وفي اعداد ضخمه جدا وفي طوابير كبيره، كان المفروض العدد دوت يوزع بشكل اكبر على لجان تانية. هناك اقبال، يعني هو في اقبال رهيب او اقبال كبير، وهناك اقبال ضعيف، وهناك اقبال متوسط، فحسب الاقبال. ومهمة القاضي ان هو بيوزع الوقت بتاعه على الناخبين، فاحيانا بيحدث تكدس، ولكن تكدس يعني يكون الوقت مع محدود وليس كل الوقت. انا بشكرك جدا. ما ايضا احدى الناخبات في هذه اللجنه، استاذه لو سمحتي، ملاحظات حضرتك على الانتخابات في اللجنه ديت، وحضرتك متضايقه من ايه؟ والله احنا كنا الاول منظمين وكنا واقفين صفوف، وبعدين بدا الاعداد تزيد جدا بشكل غير طبيعي، وبدا يبقى فيه هرج ومرج وزق، ويعني ناس تقريبا في ستات كانت هتتخنق وتموت يعني من كتر الاعداد الكبيره، من كتر الزحمه. مفيش نظام، مفيش ترتيب، مش عارفه ليه يعني، ليه ما يتعملش مثلا زي التنسيق بتاع ثانويه عامه عن طريق الكمبيوتر؟ يعني بعض الناس المسنين تنسق عن طريق الكمبيوتر او عن طريق اي حاجه ثانيه. كان ايه اللي ناقص؟ يعني ايه اللي ناقص كان المفروض يتعمل؟ التنظيم، الناس العواجيز، في ست عجوزه جدا من ساعه ما شفتها نازله من المشروع وهي بتعيط من كتر الالم، وجايه مجبره تنتخب عشان الغرامه ال 500 جنيه، المفروض الانتخاب ده يعني متهيألي كل مصري يعمله تطوعا منه، بس مش بالاجبار. يعني ما افرضش عليهم غرامه 500 جنيه الا كده، يا تنتخب يا تعمل غرامه. في ده التنظيم، في مشاكل في عمليه التصويت نفسها؟ لا، التصويت متهيألي مفيش اي مشكله خالص، اللجنه انا دخلت كانت مرتاحه قوي وخلصت الحمد لله على طول. شكرك، متشكر. ده كان الوضع في المدرسه الثانويه التجاريه للبنات في سموحه بالاسكندريه. استاذه لميس، شكرا. محمد صلاح زميلنا في الاسكندريه، وبحييك يا محمد على كل المجهودات، الحقيقه مش بس هنا ولكن مش بس اسكندريه، يعني ده رايح جاي يعني.